السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت منا تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الدرس غادي نفهم واحد المفهوم اللي كيتعتبر مهم في الجافا سكريبت، اللي هو اش اللي هو اشنا هو الفرق اللي كاين بين جوج ديال يساوي في الجافا سكريبت وبين ثلاثة ديال يساوي. يعني هذا المفهوم تاي واحد كخدام بجافا سكريبت، الا ما كنتيش انك عارف شنو هو الفرق اللي كاين بين جوج وثلاثة غتلقى بزاف ديال المشاكل. وانا شخصيا كنت نعاني من هذا المشكل هذا، اللي ما كنتش عارف شنو هو الفرق بيناتهم وما عارفش امتى نخدم كل واحد. يعني شنو كيعني؟ يعني علاش حنايا في الجافا سكريبت مثلا كتقول لي مثلا جوج يساوي مثلا سترينج جوج، هنايا كتقول لك ترو. ولكن ملي كتقول لي مثلا ثلاثة ديال يساوي وكتقول لي هنايا مثلا سترينج جوج، هنايا كيقول لك فولس. يعني شنو وقع هنايا من خدمنا جوج وشنو وقع هنايا من خدمنا ثلاثة؟ هذا الشيء ان شاء الله اللي غادي نشوفه في هذا الدرس. ونبداو على بركة الله. نبداو بأول حاجة اللي هي اش، اللي هي جوج ديال يساوي. هانتوما هنا تيقول لك أن جوج ديال يساوي تيجي لواحد الحاجة اللي هي اش، اللي هي أنه تيقارن الفاليو صافي. يعني شنو كيعني أنه تيقارن الفاليو صافي؟ قال لك أنه أنت فاش تقول لي مثلا هنا مثلا أ يساوي يساوي بي، هنا تيمشي تدخل مثلا الأ، يعني كيمشي لذاك في اليسار كيشوف مثلا القيمة ديالو. يعني تخيل معايا القيمة ديال أ هي خمسة، مزيان. هنا تيجي تيقول اه هنايا يساوي يساوي، يعني شنو هي الحاجه اللي غادي نقارن؟ غادي نقارن الفاليو بوحده. هنا تخيل معايا دباجي اللي هي مثلا حتى هي خمسة، مزيان. هنا شنو غادي يقول لك؟ غادي يقول لك هنايا ترو، مزيان. يعني نمشيو نديرو هنا مثال تطبيقي انتوما. يعني هنايا تنقارنو نمبر بنمبر، يعني غادي يقول لي هنايا مثلا خمسة يساوي يساوي خمسة، انتوما هنايا قال لي ترو. ولكن ملي تنقولوا ليه مثلا سترينغ، يعني هنايا شنو حنايا شفنا في الاول تاع الدرس؟ ملي قلنا ليه هنايا خمسة يساوي يساوي سترينغ خمسة، لاحظنا انه قال لنا هنايا ترو. يعني هنايا شنو طرا؟ اجي نشرحوا دابا هنايا شنو. هنايا قلنا ليه خمسة يساوي يساوي خمسة، انتوما هنايا هنايا شنو قلنا حنايا؟ قلنا ان جوج ديال يساوي تيقارن الفاليو. يعني هنايا تيقول لك انه لا علاقة ليا باش، لا علاقة ليا بالطايب، يعني ما تيهمنيش اشنا هو الطايب ديال كل وحدة. يعني اول حاجة لا علاقة ليا بالطايب. اش كيهمني انتما؟ زائد انه كيهمني، يعني بحال هكا تخيل معايا بحال انه كيهضر معاك، كيهمني هالفاليو انتما. يعني كيجي لهنا كيقول لك هادي شحال هي القيمة ديالها؟ خمسة. اشنا هو الطايب ديالها؟ تيقول لك نمبر، مزيان. بما انك انت قلتي لي جوج ديال يساوي، انا ما تيهمنيش الطايب، يعني تيهمني هالفاليو. هادي حتى هي شحال هي القيمة ديالها؟ خمسة. اشنا هو الطايب ديالو؟ عبارة عن سترينغ. تيقول لك ثاني هنايا انا ما كيهمنيش الطايب ديالو، يعني تيمشي لهاد السترينغ اجي تضربو. تيقول لك واش خمسة كتساوي، انتما تيمشي لهنايا واش خمسة كتساوي خمسة، يعني ترو. يعني هادشي علاش حنايا فاش نقولو ليه خمسة الطايب ديالها عبارة عن نمبر كتساوي كتساوي خمسة الطايب ديالها عبارة عن سترينغ، يعني تيقول لنا ترو. يعني هذا اجي هي اول حاجة معنا في الدرس اللي هي اش، اللي هي جوج يساوي. انتما نقول ليه هنايا مثلا عشرة كيساوي كيساوي انتما عشرة، نقول ليه هنايا هكا يقول لي ترو. إذا قلت ليه مثلا هنايا عشرة انتما عشرة يساوي يساوي سترينغ تاني بحالة عشرة، هادو كيتساوي، يعني ترو. إذا قلت ليه هنايا مثلا خمسة مثلا وقلت ليه تاني هنا يساوي يساوي هنايا خمسة، غتلاحظو أنه قال لي ترو. دابا نمشيو نشوفو أشنا هو الفرق اللي كاين بين جوج يساوي وثلاثة يساوي. دابا نتعرفو على ثلاثة يساوي انتما. نمشيو لهنا ونجيو مثال تطبيقي هو الأول انتما. نمشيو لهنا ونقول ليه مثلا خمسة كيساوي 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 خمسة، هنايا تلاحظوا انه قال لي ترو. ولكن قلنا لي خمسة كيساوي 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 هنايا خمسة، اجيو نشوفوا شنو غادي يعطينا. غادي يقول لنا فولس. يعني هنايا شنو طرا؟ شنو دار الجافا سكريبت هنايا؟ ها انتم نمشيو دابا ونتعرفوا عليه. هنايا قال لك انه ثلاثة تاع يساوي تيقارن الفاليو زائد طيب. يعني شنو كنقصد بانه تيقارن الفاليو زائد طيب؟ هنايا ملي تقول لي انت هي خمسة يساوي 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 مثلا خمسة، هانتوما هنا شنو كيجي؟ كيمشي يشد أول وحدة اللي هي في اليسار، كيقول لك أنه الفاليو ديالها، هانتوما الفاليو ديالها اش؟ خمسة. وتيقول لك الطيب ديالها عبارة عن اش؟ عبارة عن نمبر. هنا تيشد ديك كاينة في اليمن، هانتوما تيشد القيمة ديالها خمسة، مزيان. تيقول لك الفاليو ديالها، هانتوما تيقول لك خمسة، ولكن الطيب ديالها هانتوما سترينغ. هنا تيجي تيقول لك بلي خمسة كتساوي خمسة، مزيان، يعني ترو. ولكن خاص الشروط بجوج يتحققوا، يعني خاص الفاليو والطايب يكونوا تيتساوي. تيقول لك الطايب ديالها جا عبارة عن نمبر وهاجا عبارة عن سترينغ، والسترينغ كيساوي نمبر؟ لا. يعني بما أنه وحدة غلط، يعني بمجرد أن وحدة تكون غلط، يعني الأخرى حتى هي غادي تضرب عليها.
يعني هي تلاحظوا انه تيقول لك فولس. يعني اشنا هو الخلاصه؟ الخلاصه كالتالي، هو انه باش انه يتحقق الشرط تايب، انتم تايب اند فاليو خصهم يكونوا تيتساوا، يكون عندهم يعني الا ما كيتساواوش هنا يعني غادي يطلع لك فولس. عندهم نوت ايكوال، عندهم نوت ايكوال تايب اند فاليو، اش كيقول لك؟ كيقول لك هنايا فولس. ولكن الا كيتساواو انتما هنايا كيقول لك ترو. يعني هذا هو الفرق اللي كاين بيناتهم بكل اختصار. انتما غادي نقول لي مثلا هنايا 5، مثلا نقول لي مثلا هنايا ستينك 5 يساوي هنايا ستينك 5. هنا يتحققوا الشروط بجوج، انهم كيساويو في الطيب وكيساويو في الفاليو. ولكن قلت لي هنايا 5 انتما يساوي مثلا 5 نمبر، هنا تلاحظوا انهم كيساويو في الفاليو ولكن ما كيتساواوش في الطيب. مزيان، يعني هذا هو الفرق اللي كاين بين جوج ديال يساوي وثلاثه ديال يساوي. اجي نديرو اخر مراجعه للدرس. قلنا انه جوج ديال يساوي كيقارن الفاليو، مزيان، وقال لك انه لا علاقه ليا بالطيب، كيهمني ها الفاليو. هانتوما تخيلوا بحال ما تيهضر هنا، قلنا انه ثلاثه يساوي تيقارن الفاليو زائد الطيب. مي قلنا لي 5 يساوي 5 عباره عن سترينغ، هنا شد لنا وشد الفاليو ديالهم شافهم بحال، ولكن بما ان الطيب ما كيتساواوش يعني هنايا نوت ايكوال تايب اند فاليو، يعني هنايا فولس. هنا نجيو اخر ملاحظه، مثلا ايكوال مثلا تايب مثلا فاليو، ولكن اش زائد نوت هنايا ايكوال تايب. انتما نقول لي مثلا هنايا غادي يقول لك فولس. يعني الحاله الوحيده خاص ان تايب او الفاليو يكونوا تيتساوا. وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده، ولكن شي اسئله بخصوص هذا الدرس خليوني في الكومنتات باش نرجعهم في الدروس المقبله. وخليت لكم الرأي.